يحاول هؤلاء الأطفال عبور هذا الشارع المؤدي إلى مدارسهم بمختلف الوسائل والطرق بعد أن حولته مياه الأمطار إلى مستنقعات مائية نتيجة انعدام البنى التحتية والخدمات فيه، ما جعلهم مساكنيه يعيشون حالة مأساوية خاصة في موسم سقوط الأمطار. عندنا هنا 6 مدارس، جهاننا تروح للمدرسة نظيفين، يرجعون كلهم طين، خدمات ماكو. أول بارحة عندنا رجال تكهرب بالكهرباء، الأسلاك مال الكهرباء بالقاع صايرة. احنا نجي طلاب مدارس متوسطة أو إعدادية، نجي نشوف الطينة والوضعية تعبانة كلش، حتى مالي واهس بالدراسة. زين نشوف احنا باقي الدول اللي وين وصلت، الا احنا راجعين لي ورا ليش. انتقادات على نطاق واسع اطلقها مواطنون على المؤسسات الحكومية لمتابعة الواقع الخدمي في كربلاء، اذ يعد تدهور البنى التحتية في مختلف القطاعات احدى ابرز المشكلات التي تعاني منها المحافظة، لا سيما نقص المدارس والمستشفيات فضلا عن تهالك البنى التحتية. جهاننا تعاني من هاي الشغلة، الطين يعني كارثة والله العظيم. يعني نوديهم المدرسة يدرسون، غير يجي نبطين والله ما لواهس بعد أوديه، الله شاهد. زين وضعية كلش تعبانة تخزي والله، وإحنا بعام يعني وصلنا 23 لوين بعد. اي أنا هنا جبت بنت المدرسة، اي يعني قوة تدري الشارع كلش يعني ما نقدر نفوت، إحنا حتى ذاك الشارع اللي قاعدين بيهم كذلك نفس الشيء، يعني تعرف أنت وايرات وكهرباء. زين إذا هذا واير وقع بالقاع شيء أكيد راح تروح ضحياته هواي، ومن اللي مسؤول على هذا الشيء غير المحافظ مال كربلاء؟ ليش محافظ كربلاء ما جاي يشوف كربلاء؟ ما جاي يشوف المعاناة مال كربلاء، وخاصة هذا الشارع أبو طالب المدارس المنانة، هسه على الأقل بلطو هذا الشارع المنام وهيك شو طالع. بعد النوبات ما تروح للمدرسة، تغيب يومين ثلاثة بالبيت قاعدة غايبة، يعني متقول أنا ما أقدر أروح للمدرسة لأن الوضع الشارع كلش تعبان. وتبين هذه المشاهد مدى الفساد والتقصير الحكومي اتجاه عشرات المناطق التي تعاني من نقص حاد في الخدمات، ليبقى المواطنون هنا ضحية الفساد والصراع السياسي الذي أخذ البلاد نحو الضياع. علي خالد، ون نيوز، كربلاء.